عرض عسكري هو الأضخم في صنعاء، استعرضت فيه قوتها وإلى أين وصلت بإمكاناتها العسكرية. خلال سنوات الحرب السعودية 35,000 عسكري شاركوا في العرض، تشكيلات عسكرية من الكليات الحربية والبحرية والطيران ومن ألوية الفتح والقوات الخاصة وغيرها. هي رسائل للخارج، رسائل سلام لمن يريدون السلام واستقرار لمن يريدون الاستقرار لليمن، وهي رسائل منع وردع لمن يريد يعتدون على اليمن ولمن يضمرون شرا لليمن في الأيام القادمة. القوات المسلحة اليمنية استعرضت عشرات المنظومات الصاروخية المتطورة وأسلحة بحرية وصواريخ وزوارق وطرادات دخلت الخدمة حديثا، أنتجتها هيئة الصناعات الحربية اليمنية. واللافت استعراض منظومة صواريخ قدس بأجيالها الثلاثة التي تصل مدياتها إلى الأراضي المحتلة في فلسطين. هناك قوة لها عقيدة قتالية عسكرية كبيرة ولديها تشكيلات عسكرية متنوعة، سواء في القوات الخاصة أو القوات المتخصصة أو القوات البرية أو القوات البحرية أو الجوية، وكذلك دوائر التصنيع العسكري بمختلف أنواعها هي في إطار تطور متصاعد، ونحن نعرض تلك الأسلحة. عروض كشفية وكرنفالية بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 21 من سبتمبر تخللت العرض، وعبر اليمنيون عن فرحتهم بثورتهم بهذه الرقصات الشعبية والأغاني الوطنية المصاحبة. عرض عسكري هو الأكبر والأضخم تحتضنه صنعاء منذ بداية الحرب السعودية، رسالة صنعاء إلى التحالف بأن القادم سيكون أكثر إيلاما في حال استمرار الحرب والحصار. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين.